السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءنا ومساءكم ومساء كل مسلم. اليوم الجمعة 7/7/1442، محافظة ضرمة، والعزم إن شاء الله إلى روضة مليحة أو روضة قصور مليحة. توكلنا على الله. من الرياض إلى الروضة حوالي 170 كيلو. هذه محافظة مرات، روضة مليحة أو روضة قصور مليحة، قريبة من روضة أبا سمري. روضة الهومجة،
نادر من عسيسية إلى الغابة. في الطريق وجدت هذه الغابة الجميلة وفيها قليل من الناس.